تدين وزارة خارجية مملكة البحرين قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق طائرة مسيرة تجاه مطار نجران في المملكة العربية السعودية الشقيقة في اعتداء ممنهج ومتعمد للأعيان المدنية والمدنيين في المملكة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وإذ تشيد وزارة الخارجية بيقظة وكفاءة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، فهي تؤكد وقوف مملكة البحرين ودعمها الكامل للمملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها للتصدي لهذه الاعتداءات الإرهابية القادرة.